السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن من أعظم نعيم الجنة الذي وعد الله به المؤمنين مما تشتاق إليه النفوس وتهفو إليه القلوب الحور العين، فقد وصفهن الله جل وعلا بأحسن الوصف، وحلاهن بأحسن الحلي، وشوق الخطاب إليهن كأن المؤمنين يرونهن رأي العين. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. قوله لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. قال المفسرون: قاصرة الطرف هي التي قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح إلى غيره. قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. قال الحسن البصري وعامة المفسرين: في صفاء الياقوت وبياض المرجان. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الجميلة الحسنة سديدة سواد العين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا تم بياض المرأة فقد تم حسنها. والبياض نصف الجمال. قوله تعالى: عربا أترابا، عربا جمع عروب، وهي التي جمعت بين جمال صورتها وحسن تبعلها إلى زوجها بحركاتها ودلالها. والعرب تسمي العروب، تسميهن الغلمات، الشكلات، العاشقات، المعشوقات، وغير ذلك من ألفاظهم. أيها الإخوة الأفاضل، لقد أودع الله جل وعلا في هؤلاء الحور العين من جمال الخلق والخلق ورقة البشرة ما يبهر العقول وتعجز الألسن عن وصفه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، آنيتهم الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ورشحهم المسك أي عرقهم المسك، ومجامرهم الألوة وهي العود. لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع الصوت، موضع الصوت لا يتجاوز المتر، خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، وذلك لشدة جمالها وطيب ريحها، ولنصيفه على خمارها أي الغطاء الذي تضعه على رأسها خير
من الدنيا وما فيها، والحور العين مطهرات من كل أذى وقذر ظاهراً وباطناً. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال جمع من المفسرين: مطهرات أكرمكم الله من الحيض والنفاس والبول والغائط وكل قذر وأذى يعتري نساء أهل الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: فطهر الله جل وعلا هذه الحورية، طهرها من الداخل من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، وطهر الله جل وعلا من أن تطمح بطرفها إلى غير زوجها، وطهر الله جل وعلا أو طهر ثيابها من كل دنس وأذى. أيها الإخوة الأفاضل، من أعظم ما يتحف الله جل وعلا به عباده المؤمنين في الجنة زواجهم من الحور العين، فبهذا الزواج تتحقق السعادة وتكتمل اللذة. قال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. قال ابن عباس وعبد الله بن مسعود: شغلهم الشاغل نكاح زوجاتهم من الحور العين. وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، والميل كما هو معروف 1.5 كيلو تقريباً، أي ما يقارب من 90 كيلو متر. للمؤمن فيها أهلون، أي زوجات يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وهذه الخيام غير القصور والغرف التي في الجنة، فذاك نعيم آخر. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعطى في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فقال رجل من اليهود: يا محمد، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. والحور العين يشتقن لأزواجهن من المؤمنين في الدنيا، فتدعو الواحدة منهن على من آذى زوجها في الدنيا، فكيف إذا دخل عليها وبشرت به. فروى الإمام أحمد مسندي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل، والدخيل هو الذي يفارق سريعا، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وعرائس الجنان من الحور العين لا يزددن مع مرور الأحقاب والدهور إلا حسناً وجمالاً وتودداً ومحبةً لأزواجهن من المؤمنين. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحتو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاً،
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً، فيقولون لهم: لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً. فيقول المؤمنون: وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً. والصالحون عندما عرفوا ما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم من هذا النعيم العظيم الذي عده الله لهم في الجنان ومنه الحور العين، فإنهم يزدادون شوقاً وإقبالاً على طاعة ربهم سبحانه. قال ربيعة بن كلثوم: مر علينا الحسن البصري رحمه الله فقال: يا شباب، أما تشتاقون إلى الحور العين؟ وأختم بكلام ابن كثير رحمه الله، فله كلام نفيس في نعيم الجنة. يقول رحمه الله في تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال: ففي إشارة إلى أن الخيار من المؤمنين أو الأخيار من المؤمنين يرون الله جل وعلا غدواً وعشية في وقت العبادة، صلاة العصر وصلاة الصبح، وكذلك يرونه كل يوم مرتين، وهذا مقام عال جدا، حتى إنهم يرونه سبحانه وهم على سررهم وعلى أرائكهم جالسون، كما نرى نحن القمر الذي في السماء، ويرونه كذلك في يوم المجمع الأشمل، وهو أشبه ما يكون بيوم الجمعة، حيث يجتمع فيه المؤمنون في واد كبير من مسك أبيض، ويجلسون فيه على قدر منازلهم، منهم من يجلس على منابر من نور، ومنهم من يجلس على منابر من ذهب، فيلبسون بأحسن الألبسة، وكذلك تقدم لهم الموائد من الأطعمة والأشربة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يطيبون بأحسن أنواع الطيب، ثم بعد ذلك يتجلى لهم الجبار جل جلاله فيخاطبهم واحداً واحداً، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.